استقبل ميناء الملك عبد الله برابغ أمس سفينة الحاويات ام اس سي مينا التي تعد من الفئة الأضخم في العالم، وذلك في زيارتها الأولى للمملكة ولميناء الملك عبد الله الذي يتميز بقدرته على استقبال أكبر سفن العالم. وتبلغ الطاقة الاستيعابية لام اس سي مينا قرابة 24 ألف حاوية قياسية. وأعلن ميناء الملك عبد الله مؤخرا عن إتمامه أكبر عملية تجارية من نوعها في تاريخ المملكة مع تسلمه ل 28 رافعة لايب هير من أحدث الرافعات في العالم، وذلك ضمن التحضيرات للبدء في المرحلة الجديدة من مشروع توسعة محطات الحاويات. السادسة والنصف مستمرة مشاهدينا، وفيها بعد الفاصل. في أكبر تجمع للقطاع الحكومي والخاص، المملكة تشارك في معرض جايتكس 2019 في دبي.